السعادة والياسمين على عيونكم. حبايب قلبي النهاردة جايبة شوية حاجات كده هوت لعمايل الترط والجاتوهات، حبيت أصورها معاكم عشان في حاجات ممكن تجيبيها ما تكونش مظبوطة تبوظ معاكي التورتاية والجاتو، والحاجات دي طبعا بتبقى مكلفة، فأنا حبيت أقولكم على أصناف حلوة قوي قوي اللي انت تشتريها يعني بالاسم. تمام، يلا بينا نسمي الله كده اهوت ونبدأ. في أول حاجة طبعا الكريم شانتيه، دوت كريم شانتيه المتحدة بجد من أحسن أنواع الكريمات. تمام، دوت بيبقى خام، الكيس كيلو كده اهوت بيتباع ب 120 جنيه. تمام، هو الأول كان بحوالي 90 أو 95، فطبعا عشان الحاجات دي غليت فدلوقتي أنا جبته ب 120. تمام أهو دوت كريم شانتيه المتحدة من أحسن الكريمات، يعني دوت تطلبيه بالاسم. تمام، في شكاير بتبقى كبيرة كده هوت برضو من نفس النوعية، دي بتبقى برضو بالكيلو كده هوت، بس شكاير كبيرة جدا، ممكن تجيبي ربع، تجيبي تمن، تجيبي نص، على حسب الكمية اللي انت محتاجاها. برضو الكيلو منه ب 120. تمام، انا هوت جبت طبعا 5 اكياس، طبعا دول بيبقوا موجودين كده هوت يعني للسحب، لاني انا بعمل تورت وبعمل جاتوهات وحلويات كتير. تمام، فدول يعني بيقعدوا كده هوت في البيت، وطبعا بيتعمل منه الايس كريم وبيتعمل منه حاجات كتير جدا، يعني الكريم شانتيه دوت بيدخل في حاجات كتير قوي. تمام، بجد ده من احسن الانواع. تمام، يعني لما تروحي كده هو تشتريه تطلبيه بالاسم، لان في كريم شانتيه بيبقى مغشوش دوت ممكن يبوظ معاكي الوصفه ويبوظ معاكي الطريقه وتبقي مستغربه الحاجه صحت معايا ازاي. لو كريم شانتيه مش مظبوط بيسيح، الكريم شانتيه دوت يعني كوبايه بترمي معايا بتعمل كتير جدا وبيبقى متماسك وحلو قوي قوي، من احسن انواع الكريم شانتيه دوت. تمام، ده اول حاجه حبيت اقول لكم عليها، واهم حاجه الكريم شانتيه اللي بيظبط معاكي التورتايه دي. طبعا كاكاو، دي كاكاو اسباني، يعني لما تروحي كده هو تشتريها تقولي عايزه الكاكاو الاسباني، في منها الفاتح وفي منها الغامق. تمام، الكيلو منها يعمل 110. تمام، الغامق والفاتح الكيلو الواحد يعمل 110، في منها الغامق وفي الفاتح، دي بيبقى طعمها حلو جدا جدا، دي طبعا خام غير محلية، جميلة في منتهى الجمال وبتدي طعم للجاتوهات والترت والكيكات، حلوة قوي قوي الكريم شانت الكاكاو اللي هي الخام. تمام، دي اسباني، يعني تطلبيها كده هوت بالاسم، ما تشتريش اي حاجة كده هوت والسلام. تمام، ودي طبعا اسبونش، اسبونش فانيليا، دول الكيس 2 كيلو، عاملين حوالي يعني يعملوا حوالي 80. تمام، دول 2 كيلو قال حاجات بسيطة جدا، 76 جنيه. تمام، يعني قال جرامات بسيطة. تمام، دوت اسبونش جاهز، دوت بيبقى حلو قوي قوي في التورت وفي الجاتوهات. طبعا جبت منه الفانيليا وجبت منه اسبونش الشوكولاته. تمام، لا الاسبونش الشوكولاته بيبقى اغلى شويه، يعني الاتنين كيلو عاملين 92 جنيه، اسبونش الكاكاو بيبقى اغلى من الشوكولاته. تمام، ودي كريمه لباني، طبعا الكريمه اللباني دي لا يعلى عليها، حلوه قوي كريمه لباني خام، لما بتتخلط مع الكريم شانتيه، يعني لما تعمليها مثلا كوبايتين كريم شانتيه مع نص كوبايه من الكريمه اللباني بتدي طعم في منتهى الجمال، يعني لازم كده هو طالما انت يعني حريفه بقى في الترط والجاتوهات والحاجات الحلوه، لازم الكريمه اللباني تتحط مع الكريم شانتيه. كريم شانتيه لوحده لا، بيبقى طعمه حلو جدا، بس الكريمه اللباني بتدي تيست حلوه قوي. تمام، وفي الاخر طبعا هقول لكم الحاجات دي كلها لان اتسالت عليها في الكومنتات بجيبها منين. تمام، نلف بقى كده اهوت عشان نشوف اشترينا ايه تاني. طبعا دي الشبكه دي بتبقى حلوه قوي قوي اللي انت لما تيجي تعملي كده اهوت صوص الشوكولاته، تحطي التورتايه
وتصفي عليها كده وتحطي صينية من تحت، بجد حلوة قوي. في منها المربع وفي منها المدور، دي سعرها 60 جنيه، حلوة قوي. ممكن تعملي لاكلير كده هوت وتحطيه وتصبي عليه الشوكولاتة، بيصفي بقى البواقي. اي حاجة تعمليها دي يعني مفيدة قوي قوي، تمام. ودي طبعا القطاعات كده هوت، لو انتي بتعملي تورتاية صغيرة، عملتي مثلا الاسبونش في صاج، دي بتبقى قطاعة كده هوت حلوة قوي، تمام. نشوف سعرها كام. دي سعرها 23 جنيه، دي استانلس برضو حلوة قوي، تمام. ودي بقى كده قطاعات كده هوت عشان السابلي، حلوة قوي. دي برضو مش بتستخدميها في السابلي، تستخدميها في التارت، تستخدميها تعملي فيها بسبوسة كده هوت قطع صغيرة، تعملي فيها كنافة، تعملي فيها اي حاجة مش للسابلي بس، تمام. دي قطاعات، نشوف سعر القطاعات. دي كام واحدة؟ 2 4 6، دول الستة ب15 جنيه، استلس يا بلاش بجد، وتقال وحلوين قوي. ودي برضو لسه بلاي، وبرضو تستخدم، برضو تستخدميها في حاجات كتير قوي، بتبقى حلوة قوي قوي. دي سعرها كام؟ دي سعرها 20 جنيه، بس هي يعني دول ستة، الكبيرة دي ستة، دي متهيألي 12 او اكتر، انا لسه مفتحتهاش بصراحة، تمام. ودي برضو نوعية تانية، دول برضو 12، بكام؟ ب18 جنيه، شكلهم حلو جدا بجد، تمام. ايه دوت بيترش على التورت كده هوت والجاتوهات، في منه الفضي وفي منه الذهبي، تمام. نشوف سعر الواحدة كام. 25 جنيه، ده بيتحط في مسدس كده هوت، ودوت السايل بتاعه بيدي شكل حلو قوي للتورت والجاتوهات، تمام. هنبقى نعمل بيه، نزوق بيه بعد كده، دول انا لسه جايباهم، تمام. ودي برضو قطاعات صغيرة كده هوت، يعني القطاعة بحوالي 2 جنيه ونص، شكلهم حلو قوي، تعملي بيهم بسكوتات، تعملي بيهم اي اشكال كده هوت، حلوين قوي، تمام. دول برضو استانلس وما بيصدوش. ودي برضو، دي لازم عشان تعملي تورتاية، لازم تجلسيها على القعدة دي، تمام. دي مش عارفة سعرها كام بصراحة، في كانت في المنيو بس مش عارفة راحت فين. دي ممكن تعمل حوالي 4، والأكبر ممكن تعمل 6 أو 7، حاجة زي كده، تمام. ودي طبعا دي الأكياس بتاعت الكريمة، دي حوالي 100 كيس، يعملوا 50 جنيه، حلوة قوي الأكياس دي، تستعمليها في الكريمة اللباني، في الكريم شانتيه، في أي نوع كريمات. ممكن تعملي منها البيتي فور، تحطي القرطاس ان هو وتقطعي كده هو على حسب تحطي القطاعة اللي هي بتاعت البيتي فور، القمع بتاع البيتي فور، وتقطعي كده هو، بجد بتبقى حلوة قوي قوي. طبعا دي بتقعد فترة طويلة مش بتخلص، حلوة قوي قوي. دي تجيبيها كده هو كمية ب50 جنيه، احسن ما تشتري فرط، دي بتوفر عليكي كتير جدا. طبعا دي حاجات مهمة قوي قوي عشان لما تيجي تشتري مستلزمات الحلويات تكوني عارفة الكريم شانتيه اللي ما بيسحش تشتريه نوعه ايه. طبعا تجيبي النوع اللي هو المتحدة، منتجات المتحدة كلها بجد لا يعلى عليها، بتبقى حلوة قوي قوي. تعملي منها حلويات، تعملي تورت، الكريم شانتيه بتدخليه في حاجات كتير قوي، تحسي كده بطعمه جميل جدا غير الانواع التانية، تمام. الكاكاو تشتريها اسباني، تمام. الكريمة اللباني تخلطيها مع الكريم شانتيه بتديكي طعم حلوة قوي قوي.
تمام. طبعا لازم تجيبي الحاجات دي من محل يكون السحب فيه كتير، ليه؟ ولما تيجي تشتري تبصي على الشكارة تشوفي مدة الصلاحية بتاعتها، لأن في حاجات بتبقى الصلاحية بتاعتها منتهية والمحلات بتبيعها لك، طبعا انت بتاخديها مش بتبصي فيها، بتشتغلي فيها على طول تبوظ لك الحاجة. فأهم حاجة اللي انت تشوفي الصلاحية بتاعت الشكارة. لو انت جايبة مثلا الكريم شانتيه أو الكاكاو أو أي منتج من المنتجات دي، تبصي على مدة الصلاحية بتاعتها أهم حاجة. يعني لو انت جايبة حاجة بسيطة زي دي، طبعا دي بتستعمليها في تزويق الترت والجاتوهات والحاجات دي، كرش، أهم حاجة اللي انت تشوفي الصلاحية. أي حاجة ما تجيبهاش صلاحيتها منتهية، تمام. يا رب تكوني استفدتي بالفيديو بتاع النهاردة ويكون عجبك. الحاجات دي اللي من اسكندرية، طبعا المحل دوت في بكوس، اسمه محل خليل بتاع مستلزمات الحلويات، لاني سألت عليه في الكومنتات، دوت محل كويس جدا، بشتري منه مستلزمات الحلويات بتاعتي كلها، حتى القطعات، حتى كل حاجة انا بشتريها من هناك، تمام. يا رب تكوني استفدتي من الفيديو بتاع النهاردة، يا ريت بقى تدعميني بلايك واشتراك وشير كده اهوت، عشان الفيديو يرتفع بإذن الله كده اهوت. وفي نهاية الفيديو يا رب كده تكوني استفدتي بيه كده اهوت. وإلى اللقاء في الفيديو القادم بإذن الله، مع ألف مليون سلام، مع ألف مليون سلام، وإلى اللقاء.